مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رياضه اليوم، والذي نسلط من خلال الضوء على ابرز الاحداث الرياضيه في العالم. لكن قبل ان نبدا حلقه اليوم، دعونا مشاهدينا الكرام نتعرف على ابرز مواضيع الحلقه. الاعلان عن اسماء المرشحين لجائزه الكره الذهبيه للعام 2018. بروسيا دورتموند يواصل صدارته للبوندسليغا للأسبوع الثاني توالياً. نادال وهاليب يستمران على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مساء الخير سومر. مساء الخير. نبدأ حلقتنا من جوائز النجوم، حيث كشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام للعام 2018. وأبرز المرشحين الذين تم الإعلان عنهم كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس الإيطالي وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائزان بالجائزة 10 مرات مناصفة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان بابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وأفضل لاعب في العالم وفقا للفيفا الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والفرنسي كريم بنزيما، والمصري محمد صلاح والحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث بيل. وأشارت المجلة الفرنسية بأنها ستكشف عن اسم الفائز بالكرة الذهبية في 3 من شهر كانون/1 ديسمبر المقبل عبر تصويت الصحفيين حول العالم. كما ستمنح المجلة اعتبارا من هذا العام جائزتين جديدتين، الأولى عبارة عن جائزة لأفضل لاعب في العالم، بينما الثانية كأس كوبا ستمنح لأفضل لاعب تحت 21 عاماً. طبعا جائزة أفضل لاعب في العالم عبد الجبار اللي منحتها الفيفا قبل فترة، فاز فيها اللاعب لوكا مودريتش اللاعب الكرواتي اللي نجح بتقديم أداء مبهر مع منتخب كرواتيا في كأس العالم الماضية، وقاد منتخب بلاده كرواتيا للمباراة النهائية. بالمقابل هنالك لاعبون أيضا قدموا مستويات مميزة في كأس العالم، هم كوكبة نجوم المنتخب الفرنسي بقيادة أنطوان غريزمان وكيليان مبابي والمجموعة تطول من اللاعبين اللي ضمن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم. نضيف لهم طبعا النجمان المعتادان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. نعم، القائمة ضمت 30 لاعبا من مختلف الأندية العالمية وأبرز الأندية العالمية. طبعا هذه قائمة لاختيار أفضل لاعب حسب ما ترتئيه لجنة مجلة فرانس فوتبول التي اعتادت كل سنة تقديم جائزة أفضل لاعب في العالم. طبعا النادي الملكي نادي ريال مدريد له حصة الأسد من اللاعبين المرشحين، 8 لاعبين من نادي ريال مدريد الإسباني مرشحين للفوز بهذا اللقب، بالإضافة إلى 3 لاعبين من نادي برشلونة الإسباني طبعا، ومن بينهم اللاعب لوكا مودريتش الذي اختير كأفضل لاعب في العالم حسب اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل شهر من الآن. لكن هذه جائزة انفصلت عن جائزة الفيفا، كانت الجائزتان مدمجتان طبعا، الاتحاد نعم. الدولي ومجلة فرانس فوتبول كانت ترعيان هذه الجائزة، ولكن الآن منفصلتان، كل مؤسسة تقدم هذه الجائزة على حدة، وسيتم الإعلان عن هذه الجائزة اعتبارا من يوم 3 من شهر كانون/1 ديسمبر المقبل. طبعا المنافسة محتدمة بين النجوم على الحصول على لقب هذه الجائزة، لكن الملفت هذا الموسم هو إضافة جائزتين جديدتين لمجلة فرانس فوتبول اللي هن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة لجائزة كأس كوبا تيمنا بالنجم الفرنسي السابق ريمون كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عام. طبعا لاعب تحت 21 عام أعتقد مبابي هو الأقرب، باعتبار أنه مبابي قدم مستويات مذهلة
مع منتخب فرنسا في المونديال الماضي. نعم، واختير كيليان بابي كأفضل لاعب في المونديال، حتى مرشح لجائزة أفضل لاعب في للكبار أيضا. نعم، نعم، أفضل لاعب في المونديال كأفضل لاعب صاعد في مونديال 2018 طبعا، وجائزة أفضل لاعبة وأبرزهم اللاعبة البرازيلية ماتا التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة في العالم حسب اختيار الفيفا. لا طبعا سننتظر ما سيسفر عنه اختيار الصحفيين حول العالم، ولكن إلى ذلك الوقت ننتقل إلى ملف آخر هو الدوري الألماني، ولكن بعد الفاصل. إلى ملف الدوري الألماني، حيث عزز بروسيا دورتموند صدارته للدوري الألماني عقب تنازل العملاق البافاري بايرن ميونخ عن عرش الصدارة بعد نتائجه المخيبة في الجولات الثلاث الأخيرة، فيما تراجع كل من فورتونا دوسلدورف وشتوتغارت لمؤخرة الترتيب. للأسبوع الثاني على التوالي واصل فريق بروسيا دورتموند صدارته لفرق الدوري الألماني بعد تحقيق لفوز مثير في الجولة السابعة على ضيف أوكسبورغ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد أوكسبورغ عند 8 نقاط في المركز الثامن. في المقابل واصل العملاق البافاري بايرن ميونخ تخبطه في البوندسليغا للمرحلة الثالثة على التوالي بعد تعادل وخسارتين متتاليتين في الجولات الثلاثة الأخيرة، حيث مني بخسارته الأولى أمام هيرتا برلين، ثم مني بخسارته الثانية أمام بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، وفي ملعبه أليانز أرينا ليتكبد خسارته الأولى أمام جماهيره في هذا الموسم، ليحصد الفريق نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات. في المقابل تتابع أندية بروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن ولايبزيغ تحقيق نتائج مقبولة وجيدة في المحصلة نوعا ما، حيث حقق بروسيا مونشنغلادباخ الفوز على العملاق بايرن ميونخ ليكون أول نادي ألماني يلحق بحامل اللقب أول هزيمة في هذا الموسم في أرضه وبين جماهيره، ليقفز مونشنغلادباخ للمركز الثالث برصيد 14 نقطة. كما حقق فيردر بريمن فوزا مهما على ضيف فولفسبورغ بهدفين دون مقابل في ملعب فيستر شتاديوم، وبانتصاره الجديد أضاف فيردر بريمن ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، يصبح في المركز الرابع برصيد 14 نقطة خلف بروسيا مونشنغلادباخ بفارق الأهداف، فيما حقق لايبزيغ الفوز على نورنبرغ بسداسية ليقفز للمركز الثاني. هذا وتعود فرق البوندسليغا للمنافسة في الجولة الثامنة في يوم 19 من شهر تشرين أول أكتوبر الجاري بلقاء وحيد يجمع بين أنتراخت فرانكفورت وفورتونا دوسلدورف، على أن تستكمل المرحلة يومي 20 و21 من الشهر الجاري بعدة لقاءات، وفي أبرزها يستقبل متذيل اللائحة شتوتغارت في ملعبه المتصدر بروسيا دورتموند، فيما يستقبل فولفسبورغ بايرن ميونخ في ملعبه فوكس فاجن أرينا. بروسيا دورتموند يعزز صدارته وبايرن ميونخ يتراجع أكثر فأكثر، ومدربه كوفاتش في عين العاصفة كما أشادت الصحف الألمانية على الصادرة على مسقلة الإقالة الحكم. نعم، كوفاتش نتيجة نتائج السلبية لفريق بايرن ميونخ. طبعا فريق بروسيا دورتموند كما تحدثت تصدر الدوري الألماني بعد انتصاره الأخير. بإلقاء نظرة سريعة على ترتيب الدوري الألماني، طبعا التقرير كان كافي وافي. نعم، شرح حصيلة الجولة. نلاحظ دورتموند في الصدارة، نلاحظ بروسيا دورتموند في الصدارة، ولايبزيغ كما قلنا في الحلقة الماضية. نعم، فوز ساحق على قفزة نوعية بستة أهداف مقابل لا شيء. الملفت أيضا هو تأخر بايرن ميونخ إلى المركز السادس، لكن إذا بنلاحظ عبد الجبار الفرق بين بايرن ميونخ السادس ودورتموند السابع عفوا الأول هو فرق بسيط، أربع نقاط. يعني بأي لحظة ممكن البايرن يعود إلى فرق المقدمة. أربع نقاط. نعم، هي عدد كبير بالمقارنة مع عدد المراحل. نحن نلعب في المرحلة السابعة. نعم، يعني 21 نقطة ممكنة. نعم، ومع يعني ذلك الفارق كبير. بأي جولة. نعم، العودة يعني بإمكاني العودة. نعم، طبعا وبروسيا دورتموند و نعم، فريق جدير، وأيضا لايبزيغ ينافس على، واليوم تم
تغيير إقالة المدرب فريق شتوتغارت الذي يتزيل ترتيب الدوري نتيجة النتائج ونلقي سنية. نظرة سريعة على مباريات الاسبوع القادم الثامن المرحلة الثامنة نعم الجولة الثامنة من الدوري الألماني نلاحظ المرحلة تبدأ تفتتح يوم الجمعة بلقاء إينتراخت فرانكفورت وفورتونا دوسلدورف وتستكمل على أيام السبت والأحد حيث تقام العديد من المباريات كما نلاحظ على شاشة الشاشة. طبعا اللقاء اللي لفت نظري بهذه الجولة عبد الجبار هم لقاءان، لقاء شالكي وفيرد بريمير رغم تأخر شالكي بالترتيب، ولقاء فولفسبورغ وبايرن ميونخ، وأيضا لقاء شتوتغارت دورتموند. حقيقة شتوتغارت متأخر نعم المتصدر متأخر. مع المتذيل نعم. في مباراة مهمة يوم السبت المقبل. نعم الحقيقة منافسات جميلة ومثيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، ننتظر ما ستسفر عنه نتائج الجولة نعم. الثامنة. ما رأيك الآن ننتقل لأخبارنا المحلية وأخبار دوري إقليم الجزيرة الدرجة الثانية، ولكن بعد هذا الفصل. وبالانتقال لأخبار الشمال السوري، حيث حقق نادي سردم انتصارا مهما على نادي أهلي عمودة بثلاثة أهداف لهدفين في ختام مباريات الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الثانية في إقليم الجزيرة. فعلى أرضية ملعب الشهيد هيثم كتشو في قامشلي حقق رجال نادي سردم الأهم بخطفهم النقاط الثلاث من أمام ضيفه نادي أهلي عمودة. سجل أهداف سردم كل من برخدان شيخ موس وعيسى العلي وخليل إبراهيم، فيما سجل هدفي نادي أهلي عمودة كل من سعيد ولي من ركلة جزاء وعبد الحميد أسعد. وبهذا الفوز اعتلى نادي سردم صدارة المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد نادي أهلي عمودة عند 6 نقاط في المركز الثاني. وفي بقية المباريات تغلب نادي الإخوة والسلام على نادي الحسكة قانونيا بثلاثة أهداف دون مقابل بعد انسحاب نادي الحسكة، وفاز نادي سريكاني على أشتي بأربعة أهداف لهدف، وواشوكاني على جوان باز بهدف دون مقابل، ودجلي على التحرير بنفس النتيجة، فيما انتهت مباراة شبيبة تلكوتشر وبرخدان بتعادل الفريقين من دون أهداف. نعم منافسات مثيرة، وطبعا نهاية المرحلة، نهاية مرحلة الذهاب ونهاية المرحلة الثالثة، وفريق سردم يحلق في صدارة المجموعة الثالثة ب9 نقاط من 9 نقاط ممكنة. أهلي عمودة يجري، أنا أرى أن المجموعة الثالثة هي أقوى المجموعات باعتبار يضم كوكبة أو نخبة من فرق أقليم الجزيرة، سردم، أهلي عمودة، ودجلة والتحرير. فريق دجلة أيضا يضم أبرز النجوم ويدربه مدرب خبير وعتيق، وهو المدرب الكابتن حسن شاشان الذي كان يتولى تدريب نادي الجهاد في الدوري السوري. نادي أهلي عمودة يضم أيضا نخبة من نجوم مدينة عمودة، ورغم ذلك خسر في مباراة القمة مع سردم ب3 أهداف بصعوبة طبعا في ملعب الشهيد هيثم كتشو في مدينة قامشلي. نعم أيضا مباراة القمة اللي كانت بين نادي سردم وأهلي عمودة وانتهت بفوز نادي سردم، رغم أنه نادي أهلي عمودة قدم أداء جيد نوعا ما، إلا أن الكرة لا تعترف بنهاية المطاف إلا بالنتيجة اللي نجح نادي سردم بخطف 3 نقاط مهمة في طريقه للصعود للدرجة الأولى. طبعا المجموعات، المجموعة الأولى بيتصدر نادي الإخوة والسلام برصيد 7 نقاط، وشوكاني 7، جوان باس 3، الحسكة 0. المجموعة الثانية برخدان 7، سريكانية 6 نقاط، شبيبة الكوتشر 4 نقاط، أشتي 0. المجموعة الثالثة اللي تحدثت عنها يتصدر نادي سردم 9 نقاط، أهلي عمودة 6، دجدة 3، التحرير 0. لكن المثير في هذه الجولة هو انسحاب نادي الحسكة وعدم حضوره للمباراة الثانية على التوالي، مما استدعى الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة لإيقاف نشاط فريق كرة القدم بنادي الحسكة وبكافة الفئات لمدة موسم كامل لتخلفه عن حضور مباراتين متتاليتين دون تقديم أي عذر، كما تلغى جميع نتائج الفريق. طبعا أي فريق يتغيب عن مباراتين متتاليتين دون تقديم أي عذر شرعي يعتبر مشطوبا حسب قانون الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة وقانون مكتب كرة القدم. نعود إلى مباراة القمة التي شاهدناها بين سردم وأهلي عمودة، شاهدنا حضور أبرز اللاعبين، لاعبين خبرة، سواء كان في سردم أو في أهلي عمودة. في سردم لاحظنا عيسى العلي لاعب خبير، لعب في ناديي الجهاد والجزيرة، كانوا يلعبون في دوري النخبة السوري. وأيضا أهلي عمودة الكابتن سعيد ولي الذي سجل هدف لأهلي عمودة في المباراة من ركلة جزاء. طبعا مباراة كانت مثيرة وانتهى في نهايتها لمصلحة سردم.
نعم عبد الجبار، وننهي ملف شمال سوري، لكن هنالك لقطة طريفة من الدوري الجورجي لكرة القدم، دعنا نتابع هذه اللقطة ومن ثم نعود. نعم. يسوي رجاي يقان. فوالا عصمة قربة. هماشون. رويني وندمي وشو أنيسة. نعم لقطة طريفة تحدث في ملعب الخضراء، وفي نهاية المطاف تمكن اللاعب من إقناع الكلب من الخروج من الملعب، رغم أن فريق الصليب أو فريق الإسعاف في المباراة حاول إخراج الحيوان من الملعب، لكن اللاعب استطاع بحنكته إخراج الحيوان من الملعب. ننتقل إلى ملفنا الأخير وكرة والكرة الصفراء، حيث واصل النجم الإسباني رافائيل نادال والرومانية سيمونا هاليب صدارتهما لتصنيف لاعبي ولاعبات التنس المحترفين، والذي صدر يوم أمس الاثنين. استمر النجم الإسباني رافائيل نادال والنجم الرومانية سيمونا هاليب على عرش تصنيف لاعبي ولاعبات التنس المحترفين في العالم. ففي تصنيف الرجال حافظ الإسباني رافائيل نادال على صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وذلك في نسخته الصادرة أمس الاثنين، ولم يطرأ تغيير كبير على نادي العشرة الأوائل، حيث ظل السويسري روجر فيدرر بالمركز الثاني والصربي نوفاك جوكوفيتش بالمركز الثالث، فيما حل الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو رابعا والألماني ألكسندر زفيريف خامسا، واستمر الكرواتي مارين سيليتش في المركز السادس والنمساوي دومينيك ثيم في المركز السابع، في حين صعد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون للمركز الثامن على حساب البلغاري غريغور ديميتروف الذي تراجع للمركز التاسع، كما بقي الأمريكي جون إسنر في القائمة بحلوله بالمركز العاشر. أما في تصنيف اللاعبات المحترفات فواصلت الرومانية سيمونا هاليب صدارتها لتصنيف لاعبات التنس المحترفات، وبعد فوز الدنماركية كارولين فوزنياكي أول أمس الأحد بلقب بطولة الصين الدولية بانتصارها على اللاتفية أناستازيا سيفاتسوفا، بات الفارق بين المتصدرة هاليب والثانية فوزنياكي 931 نقطة فقط، بينما بقيت الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثالث، فيما قفزت اليابانية ناومي أوساكا الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس مركزين لتحتل التصنيف الرابع، والأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الخامس، والتشيكية كارولينا بيليسكوفا في المركز السادس. في المقابل تراجعت التشيكية بيترا كفيتوفا ثلاث مراكز لتصبح بالمركز السابع، والأمريكية سلون ستيفنز ثامنة، فيما حلت الألمانية جوليا جورجيس في المركز التاسع والهولندية كيكي بيرتنز في المركز العاشر برصيد 3740 نقطة. نعم جوكوفيتش وعفن فيدرر عفن نادال استطاع أن يتصدر ترتيب الرجال واحتفظ بصدارة الترتيب، بالمقابل لاحظنا سيمونا هاليب أيضا احتفظت بصدارة ترتيب السيدات، لكن الملفت بترتيب الرجال هو طبعا مو يعني التصنيف الماضي أيضا نجح جوكوفيتش من أنه يفوز للمركز الثالث، لأنه فاز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة بطولتي جراند سلام، طبعا هاتين البطولتين جعلتا جوكوفيتش يقفز إلى المركز الثالث مقابل نادال اللي حل بالمركز الأول بعد فوزه بلقب فرنسا المفتوحة، وفيدرر ثانيا بفوزه بلقب أستراليا المفتوحة. طبعا التصنيف الأسبوعي للاعبي التنس المراكز العشرة الأولى لم يحدث فيها أي تغيير، نادال بقي محافظا على صدارته، التغيير الوحيد شهد هو حلول الجنوب أفريقي كيفن أندرسون مكان البلغاري غريغور ديمتروف فقط، البقية في مكانهم لم يتغيروا، نادال في الصدارة، فيدرير، نوفاك جوكوفيتش في المركز الثالث، والأرجنتيني ديل بوترو. نلاحظ بإلقاء نظرة سريعة على التصنيف الرجال نلاحظ التغيير لم يتغير سوى في المركزين الثامن والتاسع، تبادل المراكز. نعم غريغور ديمتروف وكيفن أندرسون حلا في المركزين المتبادلين، بقي الترتيب هو لكن في ترتيب السيدات هنالك قفزات نوعية،
كقفزة اللاعب اليابانية أوساكا اللي فازت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة على حساب النجمة الكبيرة سيرينا ويليامز. نجحت أوساكا بالقفز قفزة نوعية بإلقاء نظرة على ترتيب السيدات. أوساكا حلت بالمركز السادس عالميا، وأيضا هنالك تقدم لكل من التشيكية بيترا كفيتوفا والأوكرانية يلينا سفيتولينا، لكن بالنهاية نجحت سيمونا هاليف في الحفاظ على صدارة تصنيف السيدات. لكن نلفت انتباه المشاهدين أن سيمونا هاليب وكارولين فوزنياكي بعد فوز كارولين فوزنياكي بالبطولة بطولة بكين الأخيرة قلصت الفارق بينها وبين سيمونا هاليب إلى 931 نقطة فقط. كان الفارق كبير جدا بين هاليب وكارولين فوزنياكي، لكن الفارق الآن قل إلى 931 نقطة فقط. أيضا نعومي أوساكا والتشيكية بيترا كفيتوفا تبادلوا المراكز. نعومي أوساكا باتت في المركز الرابع وكارولين فوزنياكي باتت في المركز السابع. بيترا كفيتوفا نعم أصبحت في المركز الرابع، تراجعت ثلاث مراكز إلى الخلف طبعا بعد خروجها من الأدوار المبكرة في البطولات الأخيرة. طبعا التصنيف يعتمد على نقاط، والبطولة الأخيرة كانت ذات 500 نقطة فقط. نعم طبعا البطولات الكبرى أيضا تمنح الكثير من النقاط، اللي هي بطولات الجراند سلام المعروفة الأربع الكبرى. نعم هي أربع بطولات طبعا كبرى. البطولات الأربع الكبرى تناوبت على إحرازها أربع لاعبات هذا الموسم، حيث أحرزت أوساكا كما ذكرت لك قبل قليل آخر بطولة لقب أمريكا المفتوحة للتنس على حساب سيرينا، وأيضا فازت فوزنياكي بلقب بطولة أستراليا اللي هي باكورة البطولات الأربع الكبرى، وفرنسا هاليب أحرزت لقب بطولة فرنسا المفتوحة، وكيربر الألمانية أنجيلا كيربر اللي بتحل بالمركز الثالث نجحت بإحراز لقب ويمبلدون. نعم بصراحة، وأيضا نعومي أوساكا أحرزت البطولة الأخيرة بطولة أمريكا المفتوحة بفوزها الكبير على سيرينا ويليامز. طبعا أنت باعتقادك الترتيب سيتم تغيير، هل هناك تغييرات في الترتيب باعتبار أنه ماسترز بطولات ماسترز أعتقد لم يبقى سوى بطولة واحدة؟ نعم بطولات ماسترز هناك مجال للتغيير طبعا، لكن تغييرات مقابل 500 نقطة في نادي العشر الأوائل طبعا، ولكن تحدث تغييرات أخرى في الترتيب خارج العشر الأوائل. هؤلاء هم نادي العشر الأوائل الأهم في ترتيب العام بالنسبة للاعبات المحترفات لتصنيف العالمي للتنس. طبعا بنهاية المطاف منذ بداية الموسم موسم التنس هذا الموسم إلى هذه اللحظة يحافظ نادال وهاليب على صدارتهما لكلا التصنيفين سواء لتصنيف الرجال أو تصنيف السيدات بانتظار الموسم القادم وما سيفعله بقية النجوم والنجمات. نعم الحديث ممتع وشيق مع الرياضة وكل الرياضات، لكن الوقت أدركنا، وفي نهاية الحلقة نشكر متابعتكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في حلقة جديدة لكم منا ومن كادر قناة اليوم كل التحية والمحبة وإلى اللقاء. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء. Salud!